سيدنا عاش سيدنا عاش سيدنا عاش عاش الملك عاش عاش الملك مع الديكتاتورية عاش سيدنا مع الديكتاتورية عاش سيدنا مع الديكتاتورية عاش سيدنا عاش عاش الملك عاش محمد السامي عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش ملكا نرزقنا سيدنا عاش ملكا دعينا الله عاش ملكا دعينا الله ملكنا هاد المدير دعينا الله ياخذ في العقد اللي هدمنا وحرم لنا الاسر ديالنا من منحه ديال العيد وحنا موظفين كنواظبوا الاعمال ديالنا بالجد والصدق وهاد المدير كينوض حرمنا بسبب قال لنا بسبب انتمائنا للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل وهذا قال لنا كتبوا اشهاد زور ضد الأخت المناضلة بوسرة خفيت باش تاخذوا واحد 45000 ريال وحنا رفضنا لسنا بشهداء الزور إننا بشهداء الحق والله هو اللي يشهد الحق الله ياخذ فيه الحق يا ربي يا ربي الله ياخذ فيه الحق حسبي الله ونعم الوكيل الله ينصر الحق الله ينصر الحق الله ينصر الحق سيدنا 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 كيعامر بالتغيير سيدنا وكيوصي في المسؤولين باش يتحملوا المسؤولية ديالهم إلى بيك الحرم 11 عائلة 9 العائلة من حق العيد كأحرمنا منها لحقنا مشروع حقنا على العطاء ديالنا على كامل السنة 23 عام كان استقرار كان طمأنينة في هذا الحي الجامعي كان تعاملوا مع الطلبة خوتنا كأولادنا واليوم سد علينا البيبان سد البيبان ولحنا حوايجنا لحنا حوايجنا ها هو ست البيبان بالقفوله راه مستوى ست البيبان بالقفوله ها شوف راه عندنا خزانه لداخل ها خزانه كنا معتصمين كنا معتصمين شي نشريو الفاخر والمسائل الحيويه سد لنا بالقفوله سد السوارت وكلشي سيكيريتي كلشي صافي حيد لنا الطابلو ديال النقابه ديالنا حسبي الله لا اله الا الكونفدراليه الله حسبي الله ونعم الوكيل الكونفدراليه الديمقراطيه للشعب الله ونعم الوكيل الطابلو ديالنا ودخلوا الداخل سد علينا لحنا حوايجنا الداخل باش حتى يحتش علينا يقول لك ذبحتوا هذيك في الشارع العام ان هذا حي جامعي ديالنا غنذبحوا هنا وغنقسموها ان شاء الله حنا اسر سعه العائلات غنذبحوا حوالي 90000 فرنك 900 درهم فين هذا العطاء اللي عطينا لهذه المؤسسه اين هو العطاء سد لنا المسائل كنا داخلين في اعتصام ندنا غنتقداو جسدوا علينا البيبان كاملين بالساروت ودوا لنا حتى صبوره النقابيه هذا حرام واش هذا هو العطاء ديال الموظف واش هذا هو المعطاء واش هذا فيه شي حن محنة كيفاش الضمير ديالو دابا هو اللي غادي يعيط وحنا باركين هنا جالسين هنا ومخلين العائلات ديالنا ما عندناش العائلات ديالنا بلا ما حرمناش من الميزانيه ديال الدوله ما حرمناش منها وكنطالبوا لجنة تقصي الحقائق حنا باغي المحاسبة لهاد المؤسسات دار ديال الصباغة كيخسروا على أكثر من 20 مليون ديال الصباغة في البونات وفي كل شيء باغي المحاسبة وباغي حتى المحاسبة لا من ناحية المحاسبة ديال الإدارة وحتى في التسجيلات ديال الطلبة وديال كلشي إنما ديما هذا مدير كيسير بعشوائية وفوضى فوضى استغلالي باغي يستغلنا حنايا السلام عليكم ورحمه الله اجي وكتبوا لي التزام كتبوا لي اعتذار كتبوا لي التزام واعتذار باش يعطيني ديك 45000 ريال واش حنا شهداء الزور باش يشهدوا لي بالزور حنا ناس مسلمين ما شهدوش بالزور كنشهدوا بكلمه الحق والحق عند الله سبحانه وعاش محمد السادس يقدر يشكك في الانتماء ديالنا وفي الوطنيه ديالنا نريد استقرار لبلدنا الجميل وبملكنا الشاب محمد السادس نصره الله وعيده هو اللي كيطالب بالتغيير بهاد المسؤولين كيوصيهم باش يتعاملوا مع الناس بلطف واذا بك هاد الناس هادو ما كيتعاملوش بواحد المصداقيه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاهد شوف هذه الأضحية باسم الموظفين الحي الجامعي الذين حرموا من هذه منحة العيد نقطة هذه
هاد الصويره ديال سيدنا، هاد الصويره ديال الدار بلاصه، الدار بلاصه، رد الرايه تاهي.